من قلب الأقصى لغزة منا سلام على شبابها، على أطفالها، على مسنيها، على أرضها، على كل من فيها. غزة الحبيبة، إحنا مش بخير، عيدين إلنا مش بخير، لأنها غزتنا مش بخير. والله قلوبنا يما معكم، والله قلوبنا بتنزل، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من تخاذل فيكم. إحنا نيجي بس بنصلي، ما في فرحة، ما في أجواء. سلام على قلبها غزة، سلام على روحها غزة، حبيبتنا غزة بالقلب والروح والشريان غزة. سلام على أطفالها، سلام على مسنيها، سلام على كل من فيها. غزتنا الحبيبة كرمتنا وعزتنا يما. إحنا للعيد الثاني على التوالي لاغيين فعاليات العيد كلها ولابسين اللون الأسود، إن شاء الله إنها بتفرج على الأمة الإسلامية كلها، وكل عام وإنتم بخير. ما في فرحة، ما في أجواء عيد نهائيا، ما في أجواء عيد. وأهل غزة مسخمين، شهداء، بيوت، تهديم بيوت، تهجير، قصف، دائما كل يوم شهداء، كل يوم قتل. الأقصى حزين، الأقصى حزين كتير. ما في فرح وانبساط زي كل سنة بسبب الحرب اللي عمالها بتمر في فلسطين. يعني لحد اليوم تخيلوا صرنا داخلين في الشهر التاسع، ما قلنا إلا نحكي ربنا يفرجها علينا ويتغير هالحال للأحسن إن شاء الله.